عليكم يا حلوين، شو اخباركم؟ انا رجعت لكم بفيديو جديد على قناتي. ليتس جو. اوكي، فيديو اليوم كثير كثير بحب اعمله، كثير كثير بتحبوه، اللي هو الانبوكسينج. اول اشي حاب احكي لكم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. اليوم بدي اعمل انبوكسينج لاواعي رمضان جبتهم من الشي ان. صراحه انا عملت لهم انبوكسينج يعني، بس انه رحت كويتهم هيك عشان يطلعوا حلوين على التصوير. ليتس جو. هذا اول، ما بعرفه دريس ولا عباية، ما بعرف، بس هاي اول اشي. صراحة كثير حلوة، الديزاين تبع الايد كثير حلو، وحبيت القبة هيو هيك من تحت، والله حبيته. وله والله شكره للدراي كلين، سرق لي الاقشاط تبعه، بس لو بدنا نحط له اقشاط فحيكون شكله زي هيك، فصراحة لساته حلو. انا شايفة 10 من 10. القطعة الثانية يا جماعة، هذا الاشي كثير حلو، هي بتيجي توب فستان وفيها هاي القطعة الموردة. صراحة هاي متحمسة كتير لهاي القطعة. اوكي اسمع، صار في خربطة صغيرة لازم احكي لكم عنها. القطعة اللي هلا ورجتكم اياها هي مش قطعة تنتين مع بعض، هي كل واحدة قطعة لحال، بس الدراكلين معلقهم مع بعض. هاي هي القطعة الأولى لحال، اللي هي هاي اللي فيها الخلخلة، وطلعوا الزمزمة من هون ما أحلاها. هيك بتحسوا الستايل، ستايل عربي هيك، أريبيان نايتس. هاي من بعيد عادي، أنا لبست تحتيها هذا البنطلون وتي شيرت أو أي إشي بدكم إياه، بس حسيت أسود ألبق إشي. بقيم هذا الكارديجان بالآخر 9 من 10. يلا نشوف اللبسة الثالثة. الثالثة يعني حطوا هم بالأرقام. أوكي هاي اللبسة الثالثة، نفس الكارديجان كله مورد، بس برضه بتلبسه تحتيه تي شيرت مثلا بنطلون مع هيلز او اشي بيطلع كثير مرتب، بس مش لرمضان. بحس مثلا ممكن تلبس بعد رمضان بالعيد، يعني بحس العيد هاي بتجنن صراحه، مع بلت بتسطل كثير. تقلت القطعه خلتها اتقل شوي، وبقيمها 9 من 10. نشوف القطعه اللي بعديها. ستوب عندك انت اللي بتتابعني هلا، هيك بس سبسكرايب، خلينا نوصل 2 مليون، خلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك عشان انزل لكم محتوى كثير حلو برمضان. يلا نروح على القطعه الرابعه. هاي القطعة الرابعة بتسطل كتير حلوة على اللبس، so simple، بس احزامها مش موجود. هذا الدراي كلين رحت عنده رح ابهدله عشان يعطيني كل قطع الناقصة. هي عاملة زي عباية بس مع فستان، يعني عباية مسكرة. بتعرفوا ايش اكتر اشي بحبه بلبس رمضان؟ انه هيك so simple بس so classy، فمثلا انا حاسة حالي كتير classy بهاي اللبسة. ما بعرف تقييم لهاي القطعة الجميلة 10 من 10. نروح للقطعة الخامسة. هاي القطعة بعديها شوفوا هيك بالايد من هون، كثير حلوه دنتيل هيك حلوه. طيب هي العبايه او الكارديجان على اللبس صراحه حلوه، سمبل كثير، حبيت الكم كثير، الوان حلو عجبتني انا، بس لو انه هاد مثلا لون ثاني او خلوه كله بيسك اسود بحس بيطلع كثير احلى. الكم رهيب رهيب، يعني هاي انا على الكم بعطيها 10 من 10 كستايل، بس كاوفر اول 8 من 10. اوه يا جماعه، يعني هاي يمكن اكثر قطعه متحمسه اجربها بكل هذا الفيديو. كتير حلوة اسمها بتجنن، اوفر سايز ومن تحت هيك اتس كات اوبن، بتسطل كتير حلوة، مش ستايل رمضان كتير، يعني عاملين الكم من هون شايفين هذا الفايب تبع الفراشات، ستايل رمضاني، بس مثلا هاي ما لها دخل. اسمها كتير حلوة، احلى اشي فيها انه فيها جيبة وطلع من تحت كيف هيك، ولبس تحتيها بيسك اسود. بصراحة لهلا هاي اكتر قطعة عجبتني بينهم كلهم، مليون من 10. خلصنا من الجزء الاول من الاواعي، وهلا رح ننتقل للجزء الثاني. القطعة السادسة اي ثينك، ما بعرف، هذا الكارديجان اللي كتير حلو، وطلعوا الكم محلى، كتير بحب هاي الكمام، وطلعوا الباترن هيك بتحسوا زي كأنها قاعدة عربية بس على شكل عباية، صح؟ والله هيك أول شيء خطر على بالي. بتقدروا تلبسوا تحتيها الألوان الموجودة، في أسود، في بني، في أخضر، هيها على اللبس. طلعوا قدي كلاس وناعمة وخفيفة. الباترن هذا اللي هون قد رهيب، والحلو فيها انها طويلة من تحت، فيعني مع هيلز او شوز كبير تطلع كتير حلوة. بعطيها 10 من 10، 20 من 10، 30 من 10. بس ملاحظة صغيرة، انا تصورت صور رمضانية كتير حلوين بعباية كتير حلوة من تصميم سماح العلوي، فاعملوا لي فولو على انستغرام عشان تروحوا تشوفوا الصور. القطعة السابعة السادسة الثانية، بعرفش خد الصح عبد. هو عبارة عن دريس اكشلي مع توب. شايفة شو احكي؟ كثير حلوة، وبحس انه ما حلبسها في رمضان، ممكن البسه على العيد. كثير حلو، كثير كلاسي، كثير فنكي، بتقدروا تلبسوه بكثير مناسبات. تقييمه اعزائي سيداتي وسادتي مليون من 10. القطعة اللي بعدها، ليتس جو.
هاي الدفعة الثالثة من الفساتين باللون الأخضر، يلا نجربهم. أوكي، هاي اللبس الأولى من الفساتين الخضر، صراحة كتير حبيته، بس بدي أورجيكم هو مش مربوط كيف شكله. في إشي غبي هون، يعني تطلعوا في هاي القطعة وهاي القطعة ما إلهاش زي هيك هون، فأي ثينك بس نربطوا مع بعض. بس إنه هيها من ورا، يعني في إشي غريب مش عارفة إذا هيك بتنلبس ولا أنا مش عارفة ألبسها، بس بشكل عام صراحة كتير حلوة، ما حسيتها كتير لرمضان مع إنه هي حاطينها بالكولكشن تبع رمضان. أحلى إشي فيها صراحة إنها بتعمل خصر وبتنحف، بحب إنها بتعطي هيك خصر كتير حلو، فبعطيها 10 من 10 كخصر، اما كأنه تقييم اوفرول فتمانية من عشرة. القطعة المليون، بعرفش قد ايه صرنا بس لدكم. يا الهي يا جماعة شو بحب القطع اللي زي هيك، كتير حلوين، كتير كلاسي، كتير ببينوك حدا هيك انه هيك تقال، فاهمين؟ والباترن تبع هاي العباية كتير حلو، هالألوان الموجودة هون. اوكي، سو الحلو فيها كمان انها طويلة، انا بحب العباية تكون طويلة زيادة، بعطيها 10 من 10. نشوف اللي بعديها. حسدت حالي، ميلي طلعوا، حاسة حالي لابسة حرام، طلعوا، فاهمين؟ مع انه هاي وان سايز يا جماعة، يعني هاي انا واقفة هيك عادي، هلا هي حلوة بس بحس بدها حدا أمله شوي، بعطيها 7 من 10. اوكي، دفعة الأواعي التانيين، اوكي، حبيت كثير اللون، بس زي ما قلت لكم عامل خصر، هذا سايز سمول، فأي ثينك أنا الفساتين زي هيك رح أصير أجيبها إكس سمول. هي صراحة كثير حلو، عامل خصر، بس كنت بتمنى لو أجيبه أصغر بسايز بطلع أحلى. بعطيه 7 من 10. طيب، هي القطعة الثانية، مش عارفة القماشة زل زفت صراحة، مو حلو أبداً أبداً أبداً. اسمعوا، مو حلو، القماشة هي المخربة شكله، يعني هيك وهو مربوط، شايفين؟ لابسة يعني قطعة تحتي نص كم، بس كثير خايل، يعني 0.0 من 10. لا لا، اوكي، القطعة اللي بعدي برضه شكلها رح اعطيها لماما كمان، كثير كبيرة، مع انه هاي وان سايز، بس شكلهم هم فاهمين انه الوان سايز قطعة اشي كثير ضخم. هاي عاملة زي مبدأ فستان ومعاها الجاكيت تبعها. اسمع، جربت احط حزام اسود بس حسيت كثير خلاها احلى، كانت 6 صارت 7.5 من 10. اوكي، ضل معانا اخر قطع لليوم اللي هم 3 قطع. القطعة الاولى هي عبارة عن فستان صيفي، ما بعرف ليش جبته هاد، يعني هو كتير غريب ملوش دخل برمضان، بس كتير حبيت شكله. اسمعوا، لا بمزح والله كتير حلو طلع. هلا برجيكم اياه. هلا هو ما في حزام بس في مغط شادد، فهيك بتحسوه شادد، فهذا الاشي الحلو فيه. طلعوا، في عندي في هون، شايفين هدول الخطوط؟ طلعوا ايش بحسن هلا، بشد زي هيك، فبتغير شكل الفستان، صراحة كتير ماري. هل هو رمضاني؟ ما بعرف، بس ممكن ألبسه في رمضان. هلا اسمع، صدقوني والله هو كتير حلو، هلا ممكن هو هون من هون حرهط شوي، إذا بتتركوه زي هيك، هاي الشكل بتنزم وبتربطه طبيعي، أو بتشدوه، صراحة كتير حلو، بعطيه 9 من 10. أوكي، القطعة ما قبل الأخيرة هي عبارة عن قطعتين في بعض، يعني في هذا الإشي تحتيها، طلعوا. بتكون هيك قطعة زي هاي، فبتنربط لورا وبيجي معاها هاي الكارديجان، صراحة حلوة، بس أنا الأكثر إشي جذبني وحبيته هاي، يعني هاي ممكن ألبسها لحال بدون اللي تحت، عرفتوا؟ على المراية يعني تطلعوا شايفين هاي الهرهطة، ما بحبها أنا باللبس، فقد ما شديت على الفاضي. من تحت حلوة بس برضه مشكلتها شو؟ قصيرة، فأنا ممكن ألبس هاي العباية من فوق لحال مع إشي أسود، بحس بطلع كثير أحلى. مع التوب تبعها بعطيها 5 من 10 و4 من 10، بس لحالها بقيمها 10 من 10، وهي لحالها 9 من 10. لونها صراحة كتير حلو غريب. اوكي، هلأ رح نشوف اخر قطعة واللي هي هاي على اللبس كيف رح تكون، ان شاء الله يا رب ختامها يكون مسك، ختامها مسك، كتير حلوة، كتير بحب هاي الديزاينات اللي زي هيك، تحسوها جد هيك اشياء لها علاقة برمضان، فاهمين؟ طلعوا، وفي عندها هاد الحزام اللي هون، شوفوا هدول ما احلاهم، كثير حلوة، طلعوا شكلها من بعيد، طولها كثير مناسب، مش طويل كثير ولا قصير كثير، حبيتها صراحة، ختامها مسك، بقيمها 10 من 10. احكوا لي في التعليقات ايش أكثر إشي عجبكم، هاد كان الفيديو لليوم، بحبكم كثير، بشوفكم على الفيديو الرمضاني الجاي، كل عام وانتم بخير، باي باي، اعملوا سبسكرايب.